مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أوباما فجأة في كابول بحث المصالحة الأفغانية مع كارزاي، وتوقع أياما صعبة لجنوده ونصرا بشق الأنفس. دعوة لكارزاي لزيارة واشنطن وحث على مكافحة الفساد. صقور الإدارة الأمريكية مصممون على الغوص في المستنقع الأفغاني، وضباط البنتاغون على حذر. فهل يفي أوباما بوعده للأمريكيين والأفغان أم يستمر غرقه بالوحول الأفغانية؟ غادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أفغانستان بعد زيارة مفاجئة قام بها ليلة الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ تسلمه مهام منصبه قبل 14 شهرا. وقال أوباما أثناء تفقده في قاعدة باغرام الجوية قرب العاصمة كابول، حيث حطت طائرته قبل ساعات بسرية تامة، إن أياما صعبة تنتظر قوات بلاده في أفغانستان، لكنه شدد على الثقة بالانتصار على جماعة طالبان، كما شدد على المضي بتنفيذ استراتيجيته الأفغانية. وقد التقى أوباما بالرئيس الأفغاني حامد كارزاي في العاصمة كابول، ودعاه إلى زيارة واشنطن في مايو أيار المقبل. وخلال محادثاته مع الرئيس الأفغاني التي استمرت 20 دقيقة، أكد أوباما تمسك واشنطن ببناء شراكة دائمة مع كابول، وركز على أهمية التقدم الأمني في أفغانستان، داعيا إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وأمل يرى تقدما في الجهود الأفغانية لمكافحة الفساد والإتجار بالمخدرات. الناطق باسم كارزاي صرح للتلفزيون الأفغاني أن التفاهم كان متبادلا، وأن الأجواء كانت صريحة وحميمة جدا. يذكر أن أوباما زار أفغانستان عام 2008 عندما كان سيناتورا ومرشحا للرئاسة الأمريكية، حيث وعد حينها بسحب القوات الأمريكية من العراق والتركيز على أفغانستان لمكافحة القاعدة. وقد استمرت زيارة أوباما عدة ساعات، أبلغ كارزاي بها قبل ساعة واحدة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى قاعدة باغرام قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستل، وسفير الولايات المتحدة في أفغانستان كارل أكنبري. مشاهدين، عن هذه زيارة السرية والعاجلة أرحب من كابول بالكاتب والمحلل السياسي السيد حبيب حكيمي، ومن دمشق الباحث في مركز الشرق للدراسات الدولية بسام أبو عبد الله. أرحب بضيفي. أبدأ معك سيد حكيمي، بداية كيف تقرأ هذه الزيارة السرية والعاجلة للرئيس باراك أوباما؟ أنا أعتقد هذه الزيارة جاءت في توقيت مهم بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة للحكومة الأفغانية كذلك، خاصة بعدما تعرضت القوات الأمريكية وقوات الناتو في الشهور الأخيرة الماضية لضربات موجعة من قبل حركة طالبان، و حركة طالبان استطاعت أن توقي خسائر كبيرة للجيش البريطاني والجيش الأمريكي وقوات الناتو بشكل عام، وخاصة بعدما شنت القوات الأمريكية هجوما عنيفا على معاقل طالبان بجنوب أفغانستان. وحسب الجيش الأمريكي والمسؤولين الأفغان أن الجيش الأمريكي وقوات الناتو أحرزت تقدما في هذه العملية، وأنا أعتقد هذا التقدم ليس بالمستوى الذي تتحدث عنه الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأفغانية، وهذا التقدم بحد ذاته باعتقادي تقدم محدود جدا، لأن القوات الأمريكية وقوات الناتو سيطرت من خلال هذه العملية على منطقة جغرافية محدودة جدا دون أن توقع خسائر كبيرة في صفوف مقاتلي طالبان، وحركة طالبان انسحبت بسلامة إلى حد كبير من هذه المنطقة إلى المناطق الخلفية. إذن الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات تحاول أن تقيم الأوضاع الأمنية في أفغانستان أولا، وبالتالي تضغط على الحكومة الأفغانية للمضي قدما على الضغط العسكري على طالبان، لأن الحكومة الأفغانية في الأونة الأخيرة بذلت جهودا للمصالحة مع طالبان، وهذا طبعا لا يرضي الإدارة الأمريكية. اسمح لي أن أنتقل بهما إلى السيد بسام أبو عبد الله الباحث في مركز الشرق للدراسات الدولية من دمشق. سيد عبد الله، إلى أي حد هذه الزيارة فعلا يعني السرية والخاطفة يعني ستكون دعما للرئيس كارزاي من ناحية الإصلاحات ومن ناحية الضغط أو للقول للرئيس
الأفغاني بأن لا مصالحة مع حركة طالبان؟ طبعا بداية دعيني أتحدث عن أن الغزو الأمريكي لأفغانستان في منذ البداية عندما تم في تشرين أول عام 2001 طرح هدفا أساسيا وهو اجتثاث حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان. إذا عدنا الآن إذا تقييم بعد تقريب 9 سنوات من هذا الغزو الأمريكي لتقييم الواقع الراهن الآن في أفغانستان، فإننا نجد أن هناك صعوبات كبيرة تواجهها القوات الأمريكية، وهذه الصعوبات لها 3 أبعاد أساسية: هناك البعد الأمني العسكري، وهناك البعد الاقتصادي الاجتماعي، وهناك البعد السياسي لهذه القضية. لا. حتى الآن حقيقة الأمر لم يستطع الرئيس باراك أوباما الذي ورث هذا الأرث الثقيل فيما يتعلق بالحرب على أفغانستان، لم يستطع حتى الآن أن يحقق نتائج كبيرة، لكن زيارته إلى أفغانستان إلى كابول تأتي بعد تحقيقه نصر داخلي من خلال إقرار قانون الرعاية الصحية وشعوره أكثر بأنه أكثر حرية في التحرك في الملفات الخارجية. في أفغانستان هناك صعوبات واضحة، هذه الصعوبات اعترف بها الرئيس أوباما من ناحية، الناحية الأخرى أن هناك تردد حتى ما بين حلفائه الغربيين فيما يتعلق بإمكانية استمرار الدعم لحكومة الرئيس حامد كرزاي، حيث اتهم الكثير من الحلفاء الغربيين حكومة الرئيس كرزاي بالفساد وبأننا لسنا مستعدين للاستمرار بدعم حكومة لا تنال، أو هناك تشكيك، دعيني أقول بين قوسين، هناك تشكيك في موضوع شعبيتها. مشكلة الأمريكان حتى الآن في أفغانستان أنهم يقاتلون، دعيني أقول، جزء كبير حتى من الشعب الأفغاني، وبغض النظر عن قناعتنا بمدى عدالة ما تطرحه حركة طالبان، لكن حركة طالبان شئنا ما بينا هم جزء من هذا الشعب الأفغاني الذي يقاوم قوات محتلة نزلت إلى أرضه ليس بإرادته وليس بحريته. وبالتالي المشكلة الآن تكمن في أن الرئيس باراك أوباما يريد، لديه أكثر من يريد أن يحقق نصر عسكري من أجل مفاوضة طالبان، وهذا الأمر ليس الهدف الحقيقي هو هزيمة طالبان، لأن هزيمة طالبان هو أمر غير ممكن، لأن طالبان هي جزء من هذا الشعب الأفغاني. وبالتالي فإن الهدف الأمريكي على ما أعتقد هدف الرئيس أوباما هو إيجاد أرضية أمنية عسكرية تمهد لمفاوضات مستقبلية من أجل تحقيق نوع من نمط الحكم السياسي، لأن حتى الرئيس كرزاي لا يتمتع بهذا الدعم الكبير حتى بين أقرانه من البشتون في أفغانستان. طبعاً تحدثت باختصار عن مجمل يعني الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الأفغانية التي أعلنها الرئيس أوباما، ولكن يعني دعنا نستمع سيد أبو عبد الله إلى الدكتور داوود خير الله من واشنطن، أستاذ القانون الدولي في جامعة جورج تاون. يعني دكتور داوود، يعني هل عنوان زيارة أوباما إلى كابول هو للقول بأن الحرب والحل العسكري مستمران ضد طالبان؟ أنا أعتقد بالدرجة الأولى لأسباب داخلية، قرار التصعيد في أفغانستان وزيادة فرح الجيش وإلى آخره جاءت بعد مخاض كبير وعدم رؤية بالضبط ما هو الهدف ومتى نحقق الهدف. فهناك ضغوط داخلية في الولايات المتحدة على الرئيس أوباما بأنه لا يولي هذه القضية. صحيح أنه قبل بإرسال دعم إضافي عسكري، إلا أنه ينتظر ويبدو كأنه ينتظر مدة معينة حتى ينسحب، فموقفه.